أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن مملكة البحرين وعت مبكرا إلى حجم الطلب المتنامي على الخدمات الإسكانية والتي تعد نتاجا طبيعيا لزيادة معدلات النمو الإسكاني، مشيرا إلى أن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 خصصت محورا خاصا بالتنمية الاجتماعية وحددت الأهداف والبرامج اللازمة لتوفير خدمات إسكانية مستدامة وذات جودة عالية. وقال وزير الإسكان خلال مشاركته في الجلسة الوزارية الحوارية في المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية والمنعقدة بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة إن حكومة مملكة البحرين حرصت على تنفيذ 5 مدن إسكانية في آن واحد منذ عام 2012 لمواجهة تحدي الطلب المتزايد على الخدمات الإسكانية، ليصل إجمالي عدد المدن الإسكانية في المملكة إلى 8 مدن، وهو عدد كبير يعكس مدى اهتمام المملكة بقطاع السكن الاجتماعي، كما تم توفير 3 مواقع لمدن ساحلية وهي مدن سلمان وخليفة وشرق الحد، وتم الاهتمام بتوفير سواحل وشواطئ عامة. كما أكد المهندس الحمر أن المدن الإسكانية الجديدة تطابق تماما أهداف التنمية المستدامة 2030، منوها إلى أن مملكة البحرين استطاعت أن تخطو خطوات واسعة نحو تحقيق تلك الأهداف.